بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم في سلسلة الاستيميشن من مادة الاستاتستيك. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نتكلم عن confidence interval for buy وأيضا confidence interval for the difference of buy one ناقص buy two. طيب القانون حق ال confidence interval for buy اللي هو حتى كنا ناخذه في الشابتر الثاني في السامبلينج حق البروبورشن إذا تذكروا. طيب لما نيجي نحل قلنا عندنا جنرال فورمولا حتسهل لنا موضوع ايش انه ما نحفظ كيف نطلعها بالصيغه هذه. فالجنرال فورمولا هذه راح تساعدنا ان احنا نطلعها بصيغه الكومنز انترفال فور باي. فعندي هنا الزد اللي هي الاي، البي حقتنا اللي هو البي، والباي حقتي حيكون السي، والسكوير روت اوف ذا فارينس حيكون عندي ايش الدي. فقط مجرد تعويض، البي حقتي حتكون ايش البي ناقصا زائدا الاي اللي هو الزد الفا على 2 مضروبه في الدي. الدي حقتي ايش اللي هي عادي سكوير روت اوف هذا اللي هو الباي في الواحد ناقص الباي على ان. ليش هنا كان باي فجاه صار بي؟ طيب عندي هنا الباي احنا شرحناه في المقطع حق 12 كيسز او 12 حاله اللي هو لانه الباي هنا عندي النون بارامتر حقي. فانا ابغى ايش اطلع البيست استيميتر حق الباي هذا اللي هو البي، البيست استيميتر للباي اللي هو البي. طب اول شيء لما نيجي نحل سؤال نحط ايش الجيفن. فقال لي راندوم سامبل اوف 400 هذه حقتي ايش الان وارتستد اند 6.25% اوف ذا سامبل كومبوننتس فيل تو ساتسفاي برودكشن سبيسيفيكيشن. هذه ال 6.25% اللي هو حقنا ايش البروبورشن اوف ذا سامبل اللي هو البي. فقال لي ايش 6.25% تمام. فراح نطلعها ايش نقسم على 100 يكون معانا 0.0625 هذا ايش حقي البي. بعد كده نكمل قراءة السؤال. قال انا فاين 90% كومدز انترفال يبغى ايش 90% يعني الالفا حقتي ايش حتكون. حول هذه ال 90% اقسم على 100 تصير معك 0.90 يعني كم نحتاجين حتى نكملها لل 100 0.1. ال 90% كم محتاجين حتى نكملها لل 100 10%. طب 10% اقسمها على 100 يطلع معك 0.1 تمام. طيب طلعنا الالفا حقتنا والان وطلعنا البي. فهنا ايش قال لنا find the 90% confidence interval on the true proportion of components that fail to satisfy the specification. فعندي الالفا وعندي الان وعند البي. نيجي نعوض في الفورمولا حقت confidence interval for buy. البي عندي بكم 0.0625 ناقصا زائدا الزد الالفا على 2 اللي هي 0.1 مقسومه على 2 وعندي مضروبه في الدي حقي اللي هو السكوير روت اوف ذا بي. البي عندي بكم 0.0625 مضروب في 1 ناقصا 0.0625 مقسومه على ايش الان. الان اللي عندي كم 400. طيب إذا رحنا للستاتيكال تيبل طبعا حقي الألفة أيت الألفة مش هذه يا شباب اللي نطلعها من الألفة حق الستاتيكال تيبل مش هذه. الألفة اللي نطلعها في الستاتيكال تيبل هي هذه بعد ما نقسم على 2 بعد ما نقسم على 2 يعني الألفة حقتي اللي نطلعها في الستاتيكال تيبل هي هذه اللي هي 0.1 مقسومة على 2 تمام. فنروح نطلعها من الستاتيكال تيبل راح تطلع لي في الستاتيكال تيبل اللي هي الألفة اللي هي 0.1 مقسومة على 2 اللي هي بواحد فاصلة 6449 مضروب في السكوير روت هذا 251 ناقصا 0.0625 مقسومة على 400 وهنا عندي زائدا ناقصا اللي هو ايش 0.0625. فنطلع الأبر ليميت ونطلع ايش اللور ليميت. طبعا هنا اول شيء يكون اللور ليميت بعد كذا هنا ايش الابر ليميت. فقبل كذا ايش نقول ذا هو قال لي كم 90% فذا 90% confidence interval for باي تساوي لازم تكتب بالصيغه هذه. فندخلها في الاله اول شيء 0.0625 ناقصا الرقم اللي بعده راح يطلع معايا اللور ليميت حقي اللي هو 0.0625
4 2 6، والابر ليميت حقي هيطلع بكم؟ 0.0824. هذا حقنا اللور ليميت، وهذا حق ايش؟ الابر ليميت. طيب الموضوع اللي بعده اللي هو الديفرنس اوف بروبورشن باي 1 ناقص باي 2، نفس موضوع اللي فوق، بس هنا عندي ايش؟ تو اندبندنت بوبوليشن اللي هو الباي 1 والباي 2. فعندي القانون حقه هذا، الصيغه حقته، فنستعمل البي ناقصا زائدا الاي الفا على 2 مضروبه في الدي. عندي هذا الاي، هنا عندي البي، هنا عندي السي، هنا عندي الدي، دخلها في الجنرال فورمولا حقتنا حتطلع لك ايش بالصيغه هذه. حولنا من باي لبي لانه الباي حق الانون بارامتر، حولناه ايش للبي لانه حق البيست استيميتر للباي اللي هو البي. طيب نقرا السؤال ونطلع ايش المعطى في السؤال. فالسؤال ايش قال لنا؟ قال لنا in a survey of 100 people from city A. تمام، 100 people from city A. تمام، فنجي ايش لما يكون عندي two groups افضل نكتبهم. فقال لي هنا A وهنا عندي ايش city B مثلا. طيب هنا city A وهنا city B. فقال لك من city A انه عندك كم 100 people from city A؟ قال لك 55 people preferred reading time post. 55% هذول فضلوا انهم ايش يقرأوا التايم بوست. 55% يعني السامبل حق هنا ايش 55. فعندي السامبل هنا اللي هو 55، وعندي البوبوليشن اللي هو 100 لانه قال لك من 100 طلعوا 55. فعندي الان كابيتال اللي هي البوبوليشن، ان بوبوليشن اللي هي ايش هنقول 1 تساوي كم؟ 100. تمام، وعندي السامبل اللي طلع منها او الرقم اللي طلع منها ليش ب 55. تمام، preferred reading time post in city B only 45 from 90. يعني هنا البوبوليشن حقي كم؟ 90. يعني هنا الان 2 حقي كم؟ 90. فقال لك هنا only 45 منهم، يعني هنا 45 فقط من ال 90 هذول اللي preferred reading time post. find a 99% confidence interval estimate for the difference in the two proportions اللي هي ايش الباي 1 ناقصا الباي 2. طيب انا هنا مطلوب مني احتاج ايش؟ احتاج الان. تمام، احتاج الان واحتاج ايش البي. البي هنا مش معطى، فنرجع القانون البي اللي هو ايش كان قانون البي؟ النمبر اوف اليمنت على التوتال اليمنت اللي هو عندي هنا كم؟ النمبر اوف اليمنت في جروب في سيتي اي كم؟ 55. حنقول 55 مقسوم على التوتال اللي هو 100 حيطلع لي ايش البروبورشن هنا اللي هو كم؟ 0.55. طب هنا ايش حيكون؟ هنا قال لك 45 من ال 90، يعني حنقول 45 مقسومة على 90 يطلع لي البروبورشن حق الجزئية هذه فقط اللي هي 0.5. طيب الألفة حقتي كم؟ أنا عندي 99%، كم باقي لي حتى أوصل 100%؟ اللي هو إيش؟ 1%. 1% مقسوم على 100 حيكون كم؟ 0.01. هذه الألفة حقتي، بس مش هذه مش اللي يطلعها من الستاتيكال تيبل، هذه فقط إيش؟ اللي يعوضها بعدين تقسمها على 2، هذيك اللي تقسمها على 2 تطلعها من الستاتيكال تيبل. فالآن مجرد تعويض، عندي البي 1، عندي البي 2، عندي ال الزد الفا على 2، الالفا حقتي بكم؟ 0.01 مقسوم على 2، وعندي البي 1 وعندي الان 1 وعندي الان 2 والبي 2 كله موجود هنا معطى. هنا طبعا هنا البي 2 وهنا البي 1. طب نيجي نعوض، فقال لي البي 1 ناقصا البي 2 اللي هو كم؟ 0.55 ناقصا 0.5. تمام، موجب ناقص هنا حيكون حقنا ايش الزد الفا على 2، الالفا ب 0.01 مقسوما على 2 مضروبا في اللي هو قلنا ايش القانون، مضروب في البي 1 مضروب في الواحد ناقصا البي 1 مقسوم على الان 1 زائدا البي 2 مضروبا في الواحد ناقصا البي 2 مقسوما على الان 2، وهذا كله موجود عندي.
فعندي هنا كم؟ عندي ال 0.55 اللي هو البي 1 مضروبا في 1 ناقصا 0.55 مقسوما على الان حقتي. الان اللي هي هنا حتكون كم؟ حتكون 100 زائدا 0.5 مضروبة في الواحد ناقصا 0.5 مقسوما على 90. فنطرح ال 0.55 ناقصا 0.5 يطلع لي كم؟ 0.05 زائدا ناقصا. نروح للستاتيكال تاب ونطلع الألفة هذه اللي هي 0.01 مقسوما على 2، من الستاتيكال تاب تطلع لك كم؟ 2.5758 مضروب السكوير روت اوف القيمة هذه، حيطلع معاك الأبر ليميت واللور ليميت اللي حتقول the 99 confidence interval for buy 1 ناقصا buy 2 يساوي، تحط هنا الأبر ليميت اللور ليميت وهنا الأبر ليميت، طلع بها الحاسبة مرة تطرح طلع اللور ليميت، بعدين تجمع وتطلع الأبر ليميت اللي حتكون معاك سالب 0.1367 وهنا حتكون معاك 0.2367. وبكذا يكون انتهينا مقطعنا الثاني. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.